شو عامل قصي؟ قلت عندي تواصل مع الشركة. ألو؟ يوتيوب؟ نعم، أنا سليمة مشكادي. حضرتك قلنا حذفتوا لي من يومين فيديو، عملتوا لي عليه بلوك، واليوم عملتوا لي عليه بلوك بسبب بسام إسماعيل. إيه؟ ايه بس انا كنت صافي فما على البنت، ايه مش ضده يعني. طيب اوكي، يرجعوا ما كل فيديو عليه 50 مليون مشاهد اكثر من هيك. اوكي بول، بعد ما تقلل اليوتيوب تسأل على الفيديوهات، قوم صور لك فيديو واشرح فيه ليش حذفوا لك الفيديوهات. قوم احكي صرح انه ليش عم تحذفوا لي فيديوهاتي. انت مين؟ شو خصك بالقصة اللي سوا؟ انا ضميرك مش عم خليك تنام الليل كمان الفيديوهات. ان شاء الله تكون فهمتها. مقدم الضمير بيحكي بهالخصوصية. انت شو لك معي؟ ليش لابس لي كنستي؟ اذا مش كنستك البست، انا كنزت مين بدي البس؟ وبعدين حش كذب بتقول كل فيديو عليه 50 مليون مشاهد، ذكر اللي عندك اني 1030 سبسكرايب. يا زلمه شو بتمزط؟ كثير سليمة. قوم صرح، قوم اعمل فيديو مش هذا مكتبك، قوم اعمل فيديو ولا صور عنك. الضمير بيحكي، انتبه لهالشغلة، انتبه لهالنقطة. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال الضمير بيحكي يعني. حذفوا لي الفيديوهات وراح كل تعبي على الفاضي. كيف يكون عم كذب انه 50 مليون؟ 55؟ 50 مليون. هي غنية احسان الجسمي. طب 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 ايه، خلى من نسي عجرة يمكن مغوالي. هي كانت غنية نسي عجرة ومغوالي. تفلوني وين؟ ألو؟ بيسو؟ بسان إسماعيل؟ إيه، أخذت رقمك على البث المباشر تبع هداك الشاب اللي بيعرفي. قال إيه، بس بدي أقول لك شغل، بدي أرجيك بليز. من يومين عملت عنك فيديو. حذفوا لي اياه وعملوا لي عليه بلوك. وفي فيديو مشي جمعته اللي عملته قبل على 100 مشاهد. بتحكي مع الشركة اللي بتقولي لي مش رح ابكي بقى غلط. ليش بقول شايف كل في ماس بوجوخ؟ ده حاجة عجيبة يعني. انك ممثل يا سليمان، كيف بكيت قدام على المخلوقة؟ كيف يعني؟ انا ما مش عم بعرف كيف العالم حبتك على اليوتيوب. كيف بتكذب؟ منين بتجيب الكذب؟ ما عادش بدي يكون ضميرك كان استكفيت. ما عادش بدي يكون ضميرك كان استكفيت.
والضمير يبلغ بلا مكتوب. حال عني مش فضيلك انا. كيف بدنا نجيب مشتركين يا زين؟ عن جد كيف بدي اجيب مشتركين؟ مش عم بعرف. وقرصتي وكلامي وضحك على العالم انت مالكش قصه فيا. مو معروف ما تتدخلش فيه. انت بحالك وانا بحالي. الضمير لك لو مو بعرف في ضمير. لو في ضمير في عدل. عندي على قليلي 100,000 مشترك. يا بالضمير انت. انت حمار. ما عرف حق حالك. نزل كل يوم فيديو. العالم بتحبك بتشترك عندك. شو بيك؟ بتطلع فيي. أنا فيلي. اترك لحالك. عادل بتحكي لي بالعادل وما عادل هو معمول فيديو مثل الخالق. يخليه يجي بترند. ساعتها بتصير شوية ضميري. طب عرفش كذب على العالم. إذا ما عملت الفيديو مثل قلبي ونشرته مشيش الحال. هلا صار محسوب في بهالجمعة فيديوين. رياكشن ما عادش بدي اشتغل ضميري. خلص انفض. عم تحكي لي وانا كذاب وشو قلت لي انا حمار؟ واحد مثلك حمار. رياكشن ما عادش بدي اشتغل خلص. شو بتعب فيه ومنجو ونزلو ضمير وهن بيحسبوه او بيعملوا له بلوك. قديش بده يجيب؟ قديش بده يشتري؟ بده يشتري مشاهدة. إذا إنه المشاهدة مليون دولار رم بدل بلا 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 مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ بيطلع لك شيء تقريبا عايزك تصوير لك مهترية وعطاء وعواطف وبعرف شنو. هتجيب لي الإطفائية تطفي الحريقة هاي جبالي عواطف مترية يا زلمة. ليش؟ مش عم بعرف. أنا فيري بدك شيء؟ يلا باي. الله ما عم دار بسدني لك تروح حل عني. مرحبا أخواتي كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. هي الفيديو رد لبعض الأشخاص. نقطة على السطح. جمعة الماضي عملت فيديو ردة فعل على غنية بيسان بسيطرة. عملوا لي عليه بلوك الشركة. أبصر مدري مين يعني شيء ابن حلال يمكن هو عمل لي ريبورت. من جمعتين لما بيسان عملت فلوك وراحت لتشوف اذا بيا بالمستشفى ولا لا كمان عملت ردة فعل. كمان بلك هلا طلع على يعني شغله جديده باليوتيوب. كل واحد اذا بيعجبوش الفيديو ببالكم خلصت انتهت القصه. يا جماعه اللي عم يشاهدني جديد بتمنى منه فضلا وليس امرا اشترك بالقناه وفعل زر الجرس والتنبيهات لنوصل ل 5,000 مشترك باقرب فرصه. بحبكم كثير.